إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الآية أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل وعيدا على من قدم محبة شيء على محبة الله ورسوله. وفي قوله سبحانه وتعالى: فتربصوا، أي انتظروا الوعيد والعقاب، والله لا يهدي القوم الفاسقين المجرمين الظالمين الذين يقدمون محبة أولادهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أو أموالهم أو مساكنهم على محبة الله ورسوله. قال ابن خفيف: دخلت على أبي العباس بن شريج فقيه الشافعية فقلت: هل تعلم دليلا صريحا على فرضية محبة الله عز وجل؟ فتلا قول الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قال: فالوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. العقوبات الشرعية كما يقول العلامة ابن القيم لا تكون إلا لمن فعل محرما أو ترك واجبا، فهذه علامة من علامات الواجبات أو المحرمات. هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى وجوب محبته على جميع الخلق، وهي ركن من أركان الإيمان لا يتم ولا يصح إلا به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن، ولما ذكر شروط العبادة أركان العبادة جعلها ثلاثة، وهي المحبة مع الخوف والرجاء، فلا بد من هذه الثلاثة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل العبادات تفنى وتزول إلا محبة الله عز وجل، فإن العبد إذا دخل الجنة ذهب عنه خوفه وبقيت محبتهم لله سبحانه وتعالى، وكلما أنعم الله عليهم في الجنة وزاد لهم في النعيم ازدادت محبتهم لله عز وجل. فدل هذا على أن المحبة عبادة مقصودة لذاتها، وأما الخوف والرجاء فهما وسيلتان من الوسائل التي تقوم الإنسان وتجعله مستقيما على الصراط المستقيم. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمحبة والخوف والرجاء كالطائر، فالمحبة كالرأس والخوف والرجاء كالجناحين، فإذا قطع الرأس هلك وفسد، وإذا قطع أحد الجناحين كان عرضة لكل صائد وكاسر، قد يتلف وقد لا يتلف، لكن إذا قطع الرأس انتهى وزال حكمه وفسد وهلك. وهكذا إذا كان الإنسان قد انعدمت من قلبه محبة الله عز وجل فهذا لا يكون إلا كافرا والعياذ بالله. ولذا كانت المحبة هي العبادة، لأن العبادة أن يتعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى تألها وحبا وخضوعا وانقيادا وذلا، ذكر هذا ابن القيم وابن رجب وغيرهما. فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، وكانت المحبة أعظم الأركان وأعظم الواجبات.
ولا شيء يحب لذاته إلا ربنا سبحانه وتعالى. ذكر هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى ومن قيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره. فكل شيء غير الله عز وجل يحب لغيره، فمحبة الناس للأنبياء والرسل لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم ذلك وبين لهم أن طاعتهم ومحبتهم فرض عين لا يصح إسلامهم إلا بذلك، وأوجب الله على الناس محبة العبادات وغيرها، فكل ذلك إنما وجب تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يحب لذاته هو ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يحب لذاته وكماله وصفاته وجماله، ويحب كذلك لأنه قد أوجب علينا واجبات وحرم علينا محرمات، فوجب على العبد أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله. ولما ادعى أقوام محبة الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأمر كل من ادعى محبة الله عز وجل، على مثل ذلك أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من فعل ذلك أحبه الله وغفر الله له ذنبه، وهذا بسبب طاعته لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله عز وجل فأنزل الله هذه الآية، فكانت هذه الآية تسمى آية المحنة أو آية الامتحان. امتحن الله كل من ادعى محبته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمدعون لمحبة الله كثر، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ إذ أن المحب لله سبحانه وتعالى لا يعذبه الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب من يحب، من أحبه الله أكرمه في الدنيا والآخرة، وإن ابتلاه فإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره وأن يعطيه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى ما حرمك إلا ليعطيك، ولا جعلك تدعو إلا ليجيبك، ولا ابتلاك إلا ليرفعك، فكل أقدار الله سبحانه وتعالى كمال وجمال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى يحب من كان متضرعا منطرحا بين يديه، وما دخل أحد على الله سبحانه وتعالى من باب أعظم من باب إظهار الإخلاص بين يدي الله، وأنه لا يستحق شيئا ولا يملك شيئا، وأن عبادته لا تساوي شيئا لولا فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. ذكرها ابن القيم رحمه الله. ومن أوسع الأبواب التي يدخل الإنسان بها على ربه أن يكون منطرحا على عتبة بابه. رأى الفضيل بن عياض ولدا تأخر على أمه فدق عليها الباب، فأبت أن تفتح عليه الباب، فبقي يبكي على عتبة بابه، فبكى الفضيل بن عياض، ثم قال: هكذا العبد إذا انطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأظهر فقره والتجاءه وأظهر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى وانطرح على عتبة باب ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له، ومن أكثر طرق الباب فتح له. والله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: والله سبحانه وتعالى كلما دعا العبد أحبه ورفعه وعظمه بخلاف المخلوق، كلما سألته من وترك وربما زجر وربما هجر وربما تركك. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو يحب الداعين والملحين والمكثرين في الدعاء، وكلما دعا أحبه الله سبحانه وتعالى. وتجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله دعاء، إذا دخل البيت إذا خرج، دخل المسجد إذا خرج، إذا بدأ في أي عمل وإذا انتهى، وأكثر أمره دعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويحب الداعين
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا أيها الناس، إن أعظم نعيم ينعم به العبد أن يكون محبا لله سبحانه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فلألذ للقلوب من محبة الله عز وجل، ولا أسعد للقلوب من محبتهم لله، ولا أقر بأعينهم من محبتهم لله. فإذا فقد الإنسان محبة الله عز وجل كان أعظم ألم يصاب به القلب، فهو أعظم من فقد العين نورها، والأذن شمه، والأذن سمعه، والأعضاء منافعه، فهو أعظم جحيم، أعظم عقوبة أن يعاقب به العبد أن ينحى عن محبة الله عز وجل. قال ذو النون المصري رحمه الله: أنا علمت أن الإنسان كلما عصى نحي عن محبة المحبوب؟ أما علمت أن الإنسان كلما عصى نحي عن محبة المحبوب؟ فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من أسمائه وهو الودود الرحيم. فالودود على وزن فعول، بمعنى الذي يحب عباده ويحبه عباده. قال الحسن: وليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله سبحانه. فالمحبون لله كثير والمدعون كثير، ولكن الذين يحبهم الله، هذه الرفعة، هذه هي الكرامة التي ليس بعدها كرامة. والله سبحانه وتعالى جعل محبته بقدر العمل، فلا يفاضل الله سبحانه وتعالى بين أسود وأبيض، ولا طويل وقصير، ولا عجمي وعرب، وإنما الناس عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس، أفضلهم، أعبدهم، أجلهم، أتقاهم لله سبحانه وتعالى. ولما اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، على أقوال اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في عدد الصابرين أن أفضلهما أتقاهم لله سبحانه وتعالى. فأفضل الخلق أتقاهم، ولا يكون متقيا إلا المحبون لله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهل الصبر إلا صبر المحبين، إذ أنهم صبروا عن محبوباتهم تقربا لله سبحانه وتعالى؟ وهل التوكل إلا توكل المحبين، إذ وثقوا بما عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل الزهد إلا زهد المحبين، إذ أنهم زهدوا في كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى؟ وهل الحياء إلا حياء المحبين، لأن حياءهم قد خلط بتعظيم وهيبة، فتولد من ذلك محبة وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا طالع نعم الله عليه ورأى إلى كثرتها ووفرتها عليه أحب الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما يتولد حب الله من أمرين: الأول مطالعة نعم الله وآلائه. فالإنسان إذا نظر إلى نعم الله عز وجل عليه وتأملها وفرغ من وقته وقتا يتأمل هذه النعم، أن الله سبحانه وتعالى صحح وأمرض غيره، أن الله سبحانه وتعالى قد جعله متنعما بطعام وشراب وإن كان قليلا، فغيره أكثر مالا وأقوى صحة ولا يتلذذ بطعام، غيرك يتمنى عافية ولو لساعة، غيرك يتمنى أن يجد ساعة أو لحظة ينام فيها،
وأنت قد جعلك الله عز وجل متقلبا في النعم. لما جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو إليه الفقر، فقال له: أتود أن لك بعينيك 100,000 درهم؟ قال: لا. بأذنك؟ قال: لا. بلسانك؟ قال: لا. بيدك؟ برجلك؟ قال: يا فلان، كأني أرى أن معك 100,000 من الدراهم وأنت تخشى الفقر وتشكو الفقر. فالإنسان على نعم كثيرة. جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو يشكو إلى الفقر، قال: لك زوجة؟ قال: نعم. قال: أنت غني من الأغنياء، ألك بيت؟ قال: نعم. قال: أنت أمير؟ قال الرجل: ولي خادم يخدمني. قال: أنت ملك من الملوك، لو كانت الدنيا ممدحة ومنقبة ما حرمها الله لأفضل خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها ممدحة ولا علامة على محبته ورضاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وفي قراءة يعقوب: فيقول ربي أكرمني، أي هذا ظن الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق وقلل عليه الرزق، فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس الأمر كذلك، وليس الإكرام والإهانة بحسب المال، فقد يعطي الله عز وجل المال من لا يحب، وقد يعطي من يحب، لكن الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن كان محبا. اعرف قدر نعم الله عز وجل عليك الدينية، أن جعلك الله مصليا وحرم الملايين وهم أصح بدنا وأقوى وأفرغ. اعرف قدر نعم الله عز وجل أن جعلك محافظا عن جماعة وغيرك تارك لها وغيرك تارك لها. عدد النعم الدينية والدنيوية. إذا كنت قد بررت بأبيك هذه من أجل النعم: ولم يجعلني جبارا عصيا. وفي الثانية قال: شقيا. فإن العاب شقي عاصي. فإذا جعلك الله بارا من أجل النعم، إن جعلك الله واصلا للرحم من أجل النعم، إن أعطاك الله ولدا فهذه من النعم، غيرك يطلب الولد من طرف الأرض إلى طرفها وينظر كيف يأتي الولد، كيف تحمل زوجته. ونعم الله عليم كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى قد يحرم الإنسان نعما يطلبها ويريدها لمصلحة العبد. قال ابن جوزي رحمه الله: فقد يحرم لأمور. الأول: لتعلم أولا أنك عبد مربوب مخلوق، ليس لك قول وليس لك أمر، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لك قوته، وأنه يفعل ما يشاء ويتصرف كما يشاء، يعطي متى يشاء ويمنع متى يشاء، فيعلم العبد أنه عبد جسمه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخرها بمصلحة لا تعلمها، فربما لو عجل لك ما تحب لكان سببا في فسادك. قال ابن القيم: لو أن العبد كشف له الغطاء ورأى إلى ما يكتب الله عز وجل ويقدره ويلطف به ما رأى من ذلك عجبا، ولا ما اختار غير ما يحب غير ما اختاره الله له. اختار الله لك أنك فقير، اعلم أن هذا هو الكمال، وهذه هي الحكمة، وهذا هو الخير لك، وأن الغنى في حقك مفسد. اختار الله لك أن تبقى مريضا، هذا هو الخير لك، فلربما لو صحح الله لك بدنك لا خرجت عن شر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن الغنى سبب للطغيان إلا أن يشاء الله. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى الناس على ما يريده سبحانه، جعل هذا ذكرا وجعل هذا أنثى، جعل هذا في بلد وهذا في بلد آخر، وكل ذلك راجع
إلى حكمة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل ما علق على مشيئة الله فهو راجع إلى علمه وحكمته ليس عبثا، وإنما لكمال علمه أن هذا هو أصلح لك، ولكمال حكمته لا يضع الأمور إلا في مواضعها في الغايات المحمودة منها. فإذا رأى الإنسان من هذه النعم، كم أنعم الله عليك، تأكل ما تشاء، تشرب ما تشاء، وزاد الله عز وجل بأن أنعم عليك النعمة الكاملة وهي نعمة الدين، أن جعلك مسلما ومليارات من البشر كفارا، ثم من عليك من بين المسلمين بأن جعلك عربيا تقرأ القرآن لا تحتاج إلى من يترجم لك، ثم من الله عليك من بينهم أن جعلك تحضر عند العلماء، أن جعلك تطلب علما، أن جعل لك من يدلك على الخير وقد حرم غيرك، من عليك أن جعلك صاحب السنة وحرم غيرك، ونعم على نعم وهكذا. والنوع الثاني مما يحمل العبد على محبة الله سبحانه وتعالى كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، فإن المحبين لله سبحانه وتعالى لا يفترون من ذكر الله سبحانه، فإن من أحب شيئا أودع بذكره، فمن أحب الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون من علامة ذلك أن يكثر من ذكره، إما قراءة في دينه أو قراءة القرآن أو تسبيحا وتحميدا وتهليلا وغيره. لما أخذ الحجاج رجلا وأراد أن يقتله وكان من الصالحين، كان مشغولا بالتسبيح والتهليل فبقي على ذلك حتى قتل. هكذا المحبون لله سبحانه وتعالى لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه أجل ما أحبه ما أحبته القلوب. قال الفضيل بن عياض: اللهم بحبي لك لا تعذبني، فإنك تعلم أنه لا شيء أحب إلى قلبي منك، فإنك تعلم أنه لا شيء أحب إلى قلبي منك. وقد يتكلم الإنسان بهذا الكلام، ولكن يدل على صحة قوله فعله، فالأفعال هي التي تصحح الأقوال وتدل على صدق القول. ولذا أيها الناس، لما تجد في سير الأنبياء والرسل وفي سير الصحابة ومن بعدهم تجدهم على ذلك، شغلهم حبهم لله سبحانه وتعالى عن كل شيء، عن كل شيء. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأتقاهم وأزكاهم، قال عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا أكرم ولا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لا جبرائيل ولا ميكائيل. قال شيخ الإسلام: وهذا قول عبد الله بن سلام لا ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعا. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كثير العبادة، وإذا سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشاكر العابد لا يفتر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جعل هم هذا العبد في مراضيه. قال أحمد بن مسلم رحمه الله: إن الله إذا أحب عبدا جعل همه فيما فرط، وإذا أبغض عبدا جعل همه فيما قسمه. إن الله إذا أحب عبدا جعل همه فيما فرط، أن يبقى العبد دائما يلوم نفسه، ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها: لماذا فرط؟ ما الذي حمله على معصية الله؟ ما الذي جرأه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أنقص علينا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى حرمنا؟ بل النعم عندنا كثيرة، وإنما حرمنا الله عز وجل
ما هو راجع إلى حكمته فضلا أو عدلا، فضلا إما رحمة بنا أو عدلا لذنب أصبنا. فمن علامة محبة الله للعبد أن يجعله مهموما فيما فرط. عصى، لماذا عصيت ولماذا قصرت؟ فات عليه ساعة من عمره كان قادرا على أن يقرأ القرآن، ما الذي جعله يترك؟ كان كرز الوبرة إذا فاته ورده من القرآن بكى ويقول ما حرم الله اليوم وردي من القرآن إلا بذنب أصبته، إلا بذنب أصبته. وكان هذا الرجل من فضلاء السلف. قال الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء: كان هذا الرجل من كثرة خشوعه وتعلق قلبه بالدار الآخرة أنه كان يكلم فلا يفهم، وربما كرر عليه الكلام حتى ينتبه، وكان أكثر نظر إلى السماء. قال الذهبي: هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، وكان له عبادة كثيرة. المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان عبادة إلا بذنب. حرمك الله صياما كنت تصوم بذنب اكتسبته، حرمك الله عز وجل قياما، حرمك صدقة، حرمك الرواتب قبل الصلاة أو بعدها بذنب اكتسبته. قال ابن جوزي رحمه الله: ولله سبحانه وتعالى عقوبات دينية ودنيوية. فالدنيوية قد يشعر بها بعض الناس إذا قل ماله، إذا أصيب في ولده، أصيب في شيء، قد ينتبه لذلك أن هذا بسبب ذلك، قد ينتبه. أما العقوبات الدينية فأكثر الناس وأكثر الصالحين لا ينتبهون له، فلا ينتبه أن الله عز وجل حرمه اليوم أنه لا يقرأ آية، وكان له ورد فشغل. هو يظن أنه شغل لكثرة الأعمال، كثرة الأولاد، وكثرة متطلبات الحياة، ولا يدري أن الله عز وجل إنما جعلها اليوم عليه كثيرة بسبب ذنب، حتى يحرمه طاعة، حتى يحرمه القرآن، حتى يحرمه كذا وكذا من العبادات. فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وألطف لنا من أنفسنا، وأنصح لنا من أنفسنا، ويحب لنا الخير أعظم مما نحبه لأنفسنا، كما قال ابن القيم رحمه الله. فمن رحمة الله عز وجل لعل أن يعاقبك لعلك ترجع، أن تعلم أنك عبد، ولا تغتر بصلاحك ولا بعبادتك ولا بقيامك. فإنك إن عصيت ربما كانت عقوبتك أعظم. ومن الغرور الذي دخل على الصالحين أن يعصي الله ويظن أن بسبب صلاحه أن الله يتجاوز عنه ويعفو عنه ولا يعاقبه، كما ذكر هذا ابن جوزي والقرافي في كتاب الفروض. والله سبحانه وتعالى يعاقب الصالحين أعظم من معاقبته لغيرهم، ويعاقب المقربين أعظم من معاقبته لغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن رجب: وانظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فيهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا هذا العذاب ولماذا ضعف عليها؟ لأن الله عز وجل قد أنعم عليهن نعما على غيرهن، وفضلهن على غيرهن بأن جعلهن أزواجا لأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان كلما أنعم عليه وفضل على غيره يزداد معصية كان إثمه أعظم. وانظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة: المجاهد في سبيل الله، ومن أعطي مال، ومن أعطي القرآن. فلما جعلوا هذا النعم في غير مرضات الله، ما أرادوا بها وجه الله عز وجل، كان أول من يقضى فيهم
يوم القيامة كما في رواية مسلم. والله سبحانه وتعالى في شق آخر يتجاوز للمحبين ما لا يتجاوز لغيرهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وانظر إلى موسى وإلى عيسى، إلى موسى وإلى يونس عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبره الله أن قومه قد عبدوا العجل من دون الله، فلما رآهم ألقى الألواح، وهذه الألواح هي التوراة التي كتبها الله بيده، فتجاوز الله عنه لأنه كان بسبب غضبه لله سبحانه وتعالى. وعيسى ويونس عليه الصلاة والسلام لما غضب على قومه وخرج وتركهم ولم يأذن الله له، عاقبه أن حبسه في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا تسبيحه وعبادته لله سبحانه وتعالى لكان محبوسا في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فقال سهل بن سعد التستري: من استحى من الله عند معصيته استحى الله منه عند عقوبته. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبسط. قال: فإن الصالحين المحبين المقربين إذا عصوا استحوا من الله عز وجل. ما الذي جرأ؟ ما الذي حمله على معصية الله سبحانه وتعالى؟ استحى كيف يلقى الله عز وجل؟ قال الحسن البصري رحمه الله: وسوءتاه وإن عفوت. وسوءتاه وإن عفوت، كيف يلقى الإنسان ربه فيقرره بذنوبه؟ عملت كذا، فعلت كذا، قلت يوم كذا، منذ أن بلغت إلى أن يتوفاك الله. وقد اختلف العلماء في الذنوب التي يتوب الإنسان منها، هل تمحى أم أنها تبقى وإن كان لا يعاقب عليها؟ على قولين. قد ذكر ابن رجب عن أبي موسى المديني أن جمهور أهل السنة أن الذنوب وإن تيب منها فإنها باقية ويقرره الله يوم القيامة عليها، ومنهم من يقول أنها تمحى. ومن القائلين بالقول الأول الحسن البصري وبلال بن سعد وغيرهما. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول: وسوءتاه وإن عفوت، يعني كيف يلقى الإنسان ربه؟ مالك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، وهو يرى إلى مشاهد يوم القيامة وأحوالها، وربنا يقدره بذنوبه. ما الذي جرأك على كذا؟ ما الذي فعل؟ ثم كما في الحديث: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. المقصود فإن المحبين الطائعين لله سبحانه وتعالى إذا وقعوا في معصية استحوا من الله عز وجل. ما الذي حمله؟ ما الذي جرأه فيستحي الله سبحانه وتعالى من عقوبته؟ قال ابن القيم: ونظير ذلك ولله المثل الأعلى كملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا إذا وثقوا بمحبة بعض خدامهم وأتباعهم وصحت محبتهم وعلموا ذلك، فإذا اطلع عليه فرأى منه خطأ وزللا فإنه لا يظهر له أنه رأى ولا أنه علم، لما يعلم من حيائه وما يعلم من محبته له. قال: فربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. وهكذا يعامل الله سبحانه وتعالى المستحيل عند معصيته المحبين لله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الناس، المحب لله سبحانه وتعالى كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصلي الفجر فيقعد من بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل إلى الظهر، يذكر الله إلى الظهر، فيقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لسقطت قوتي، لو لم أتغدى لسقطت قوتي. يعلم
أنه لا حياة للناس لا يولد محبة الله عز وجل إلا كثرة الذكر إذا تواطأ القلب واللسان. فهو يقول سبحان الله، يستشعر أنه ينزل الله عز وجل عن كل نقص عن كل عيب، فالله عز وجل كامل لا نقص ولا عيب، لا في قضائه ولا في قدره، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو كامل سبحانه وتعالى. يحمد الله عز وجل يستشعر ذلك أن المحامد لله سبحانه وتعالى إذا تكلم الإنسان وذكر الله عز وجل واستشعر هذا القلب أثر هذا على القلب. وأما إذا كان الإنسان يسبح ويحمد ويهلل ولا يتأمل ولا يتدبر فإن هذا لا يؤثر على القلب إلا قليلا. ولذا تجد أننا إذا دخلنا في الصلاة أننا بعد الصلاة كحالنا قبل دخولها، قسوة القلب هي القسوة، وذاك الإعراض وذاك الصد وذاك الشدة وذاك الغفلة، والسبب أننا دخلنا الصلاة بقلوب غافلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولذا لو أن الإنسان دخل صلاته فاستشعر أنه بين يدي الله، أن الله عز وجل قد نصب وجهه لوجه عبده أنه ينادي الله سبحانه وتعالى، لوجد أثر ذلك على قلبه، ووجد أثر ذلك على روحه، ووجد أنه الآن أحسن حالا من سابق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه شاكرا وشكورا، والشكور على وزن فعول صيغة المبالغة، يعني كمال الشكر عند الله سبحانه وتعالى. ومن شكر الله للعبد أن العبد كلما عمل طاعة رزقه لذة بعدها، فمن صلى ولم يجد لذة بعد صلاته فعبادته فيها خلل، من تعلم علما لم يجد لذة فقراءته فيها خلل، قرأ قرآنا قرأ ورده اليوم لم يجد لذة في قراءته، لم يجد انشراعا بصدره ولا طمأنينة في قلبه، ليعلم أن عبادته فيها خلل. إذا صار إذا حضر جماعة إذا حضر جمعة عبد ما شئت من عبادة، إذا وجد قلبه هو ذاك القلب، لا انشرح لا انشرع بصدر ولا لينا ولا استشعارا بخطأ وتقصيره، فليعلم أن في عبادته خللا، فإن الله سبحانه وتعالى شاكر شكور، ومن شكره أن يرزقك لذة على كل عبادة تعملها لله سبحانه وتعالى. كم عبادات نعملها، كم ندخل في الصلاة وما يشعر الإنسان بشيء، ولا يشعر إلا هو بتشهد، ولا يشعر إلا عند التأمين، ولا كأن الله عز وجل تعبدنا بهذا العبادة إلا كأنها عادات يعمل الإنسان. لذا إذا أنعم الله علينا بالصلاة فقد خصنا بنعم وقد فضلنا على غيرنا، فليستشعر الإنسان ذلك، وليعلم أنه من أجل صفات المحبين الخشوع لله سبحانه وتعالى. قال محمد بن المبارك الصوري: من زعم أنه يحب الله عز وجل ولم يظهر منه خشوع فهو مخدوع، فهو مخدوع، خدع نفسه وظن نفسه أنه محب، وليس الأمر كذلك. كان بعض المحبين لله سبحانه وتعالى من السلف في عبادتهم على شيء عجيب في الصلاة. كان عامر بن عبد القيس أحد فضلاء التابعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان عامر يقول: لا أعلم أني حدثت نفسي بالدنيا في صلاة قط، لا في فرض ولا في نفل، لا اليوم ولا قبل ولا، لا يعلم أبدا أنه حدث نفسه بالدنيا أبدا. وهذا نقل الإمام أحمد عنه رحمه الله. ولما تكلم مع الناس وأنهم يجدون في صلاتهم، فقال له قائل: يا عامر، ألست تسهو في صلاتك؟ قال: كيف أسهو وأنا أقرأ كلام الله عز وجل وأتدبر كلامه؟ وهل هنالك أحب إلي من كلام الله عز وجل حتى أفكر في غيره؟
يعني أن الإنسان لا يفكر إلا في شيء يحبه، فربما قدم أثر هذه المحبة محبة لما لولد لأي شيء فغلبه ذلك عن تدبره لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كان سعيد ابن عبد العزيز رحمه الله يقال في ترجمته أنه ما دخل صلاة إلا رؤيا باكيا في فرض أو نفل، فلما سئل عن ذلك فقال إني ما دخلت صلاة إلا تأملت النار أمامي في فرض أو في نفل. أورثهم ذلك الصلاح، أورثهم ذلك التقوى. ولذا قرر العلامة ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أن منشأ كل عمل وأن منشأ كل فعل وكل قول منشأه من المحبة، فلا يتكلم الإنسان بشيء إلا وهو يحبها، ولا يزني إلا من يحب الزنا، ولا يسرق إلا من يحب السرقة، ولا يقع في الحرام إلا من أحبها. ومن أحب الصلاة فعله، ومن أحب الصيام فعله، ومن أحب قراءة القرآن فعله، فكل شيء منشأه من المحبة. وبنحو ذلك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنت إذا أحببت أن ترفع قلما سترفعه، وإذا كنت مبغضا تركته وشحنه، وهكذا كل فعل تفعله سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا لا يصدر فعل منك إلا عن محبة. فلذا كانت هذه المحبة يظهر أثرها وصدقها على الجوارح. إذا قال بعد السلام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المحبين لله سبحانه وتعالى لما تمكن حب الله منهم جعلهم محبين لأوامر تاركين لنواهيه، فالمحب لا يجد شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى إلا سارع فيه. قال بعض السلف كمحمد بن مسلم كما ذكر الذهبي قال إن من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد وعلامة محبة الله على العبد أن يبقى العبد مسارعا في مرضات الله، ما يجد عبادة إلا قال لعل هذه التي سيرضى الله عنها فيفعلها، وجد عبادة أخرى قال لعل هذا الذي سيرضى الله عنه، وهكذا يتنقل من عبادة إلى عبادة، وإذا وجد معصية بعد وتباعد وجعل نفسه وبينها حائلا، لعل هذه التي تغضب الله عنه، لعل هذه التي توجب لي النار، لعل ولعل ولعل. فإذا كان الإنسان مستشعرا لذلك حمله ذلك على محبة الله سبحانه وتعالى، على اجتنابه للمحرمات كلها لأنه محب لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ظهر ذلك في الخلق، فأنزل الله سبحانه وتعالى محبته على الملائكة ثم أنزل محبته في الأرض. في حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا بالاسم، فيحب جبريل ثم ينادي بآل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب آل السماء ولا يعلم عددهم إلا الله، الملائكة الراكعون الساجدون القائمون كلهم يحبون فلان من فلان، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغض جبريل ثم ينادي بآل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا القبول كلي وجزئي، وهذا البغضاء كلي وجزئي، فكلما عملت طاعة نزل لك من القبول بقدر ذلك، وكلما عملت ثانية زاد الله لك قبولا في قلوب الناس، وثالثة كذلك، ورابعة كذلك، حتى تكمل في القبول. وكلما عصيت وإن كنت صالحا أنزل الله عليك بغضا بقدر معصيتك لله سبحانه وتعالى.
وقد جاء في كلام أبي الدرداء وسليمان التيمي وغيرهم إن العبد لا يعصي الله عز وجل فيصبح وعليه مذمته. وقال الآخر إن العبد يعصي فيما بينه وبين الله فيأتي إلى إخوان فيعرفون أثر ذلك عليه. إن الله سبحانه وتعالى جعل شواهد تدل على وجوده. قال ابن الجوزي رحمه الله وإن الأدلة والبراهين على وجود الله عز وجل أكثر من عدد الرمل، إلا أن من الأدلة العجيبة على وجود الله عز وجل دليل، وهو أن من عصى الله عز وجل قذف الله في قلوب الخلق إن فلانا قد عمل كذا وكذا، فتنطق الألسنة بذكر معصيته حتى يجعل الله عز وجل له فضيحة فيما بعد، فيعلمون أن ما تكلم به كان صدقا. وإن العبد إذا عمل طاعة ألقى الله عز وجل محبته في قلوب الخلق، فيصبح الناس يحمدونه يثنون عليه يدعون له مع أنهم ما رأوا ولا علموا بطاعتك ولا بما بينك وبين الله، إلا أن الله عز وجل أرسل ألسنتهم ناطقة مدحا وثناء لما عمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. قال وتجد أن الصالحين كلما أحسنوا وعملوا زاد خيرهم وزادت محبتهم في قلوب الخلق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب الخلق حتى إن النفوس تشتاق إلى رؤيته وإلى سماعه ولم تلقه ولم ترى لما جعل الله في قلوب الخلق من محبته. وهذا واضح، أحيانا تجد كتابا مكتوب عليه تأليف فلان بن فلان ما رأيته ولا سمعته، وربما هو في مشرق الأرض وأنت في مغربها، وتجد أن قلبك منطلق له أنك تحبه مع أنك ما قرأت، لما جعل الله من المحبة في قلوب الصالحين. وليس المعنى أنك يحبك الفجر والكفرة، إنما المقصود بالصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى من يحبه، إنما هم المؤمنون والمسلمون الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وإلا فالكفار معتنون. نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، من يحبه؟ لا يحبه إلا أتباعه ومن كان مستنا بهديه عليه الصلاة والسلام، وخالفوا المنافقون والكفار وأبغضوا وحاربوا وعادوا، فالمقصود العبرة بالصالحين. ثم أن أكمل كلام ابن جوزي قال ولذلك انظر حتى إلى القبور، من الناس من إذا مات ألقى الله ذكره يوما، ومن الناس أسبوعا يمدحون ويثنون عليه بخيراته، ومن الناس من يبقي الله ذكره سنة، ومن الناس من يخلد الله ذكره إلى يوم القيامة فلا يذكر إلا بالثناء إلا بالمدح، كما قال سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي أنني لا أذكر إلا بالثناء بالدعاء ورفعنا لك ذكره. فهذه من النعم التي ينعم الله على العبد. ومن الناس بعكس ذلك يبقى مذموما ويمله الناس ويبقطوه بسبب ذنوبه. فاعلم أخي الكريم أن الناس لا يبقطوك ولا يبغضوك ولا يتباعدون منك إلا بمعصيتك لله عز وجل. وما أفسد الله عز وجل بين اثنين متحابين متوادين، بين زوجين، بين أبوين، بين والدين، بين جارين، إلا بمعصيتهما أو أحدهما لله عز وجل. وما دامت محبتهما إلا ببقائهما على طاعة الله عز وجل، هذا يوجب العبد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، يتطلب محبة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يحب العبادة ومن دخل فيها بصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لوليا فقد آذنته بالعرب بالحرب، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت محبة الله عز وجل عليك بالنوافل. قال الشيخ ابن خضير قال لذلك لا تجد طالب علم ينحرف إلا بتركيب النوافل، لأن الله يقول في الحديث القدسي فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بمعنى أن الله إذا أحب عبدا عصم سمعه، عصم بصره، عصم يده، عصم رجله عن المعاصي. كان سليمان التيمي إبراهيم التيمي يقول: إني لأهم بالمعصية فما أحسنها، ما أقدر. قال ابن رجب: هذا فضل الله على أوليائه أن حال بينهم وبين المعاصي، ولو أرادوها صرفهم ومنعهم إياه وجعل بينهم وبينها حائلا. وهذا فضل الله الكريم على عباده المحبين المتقين. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. من كان عزيزا عند الله عز وجل، كريما لسوابقه، لفضائله، لعباداته، لكثرة دعائه، فإن الله عز وجل يصرفه عن المعاصي ويجعل بينه وبين المعاصي حائلا. ولو أراد أحد أن يفتنه في دينه صرفه. فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. فالله سبحانه وتعالى إن نفعك أحد فهو الذي نفعه، إن ضرك أحد فالله هو الذي ضره، إن صرف عنك أحد فالله هو الذي صرفه، إن عطف الله عليك أحد فالله هو الذي عطف. فالفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أظن قد أفضت عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم على محمد وآله والتابعين نبي أحسان إلى يوم الدين.